بعدين نعطيهم. تفضلي. حاسس صار الأوضاع ضرب ومشاكل ما أحسن عندي، بس صار فتحوا مشي 4 أشهر 5 أشهر جينا درسنا هون، وجاي في دار العلم أنا طالب العلم. كان أيام داعش وكان في ألغام، فعلاً الله يوفق الجيش الحر يجي وشال شوي من الألغام لأحسن أني ندرس. وخلاص جيت فينا العلم، جيت أنا أدرس أنا طالب العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. زيتي اذا حطيت له شوي اسوي اخضر نفسي ما بصير، بصير بصير لحاله. حط له ربع كيلو اخضر موجود. تاتي اهميه المدرسه من كونها تتوسط منطقه درع الفرات بين عزاز والباب وطرابلس، المدرسه الوحيده في المنطقه التي مجهزه بنى تحتيه لاستقبال طلاب، نظام مبيت داخلي تتسع اكثر من 1000 طالب. داعش بقيت في المدرسة أكثر من 6.5 سنين، دمرت أجزاء كبيرة من المدرسة من البنى التحتية، خربت مكتبة المدرسة اللي كانت تعتبر أكبر مكتبة في محافظة حلب وريف حلب. بعد خروج داعش فاجأنا بوجود صحون ونفايات المسجد. أكبر عائق صادف هو وجود ألغام، فجر بعض الألغام في ساحة المسجد، استشهد 3 شباب جراء انفجار هذا الألغام. بدأنا في أعمال الصيانة والترميم في المدرسة بعد خروج داعش مباشرة، وذلك لأهمية المدرسة وأهمية العلم ولمناهضة الفكر الغلو والتطرف اللي زرعته داعش في عقول أبنائنا أبناء المنطقة الصغار.